مساء الخير على كل الطلاب اللي بتتابعنا وبتتابع سلسلة حلقات الدراسة في روسيا. الفيديو ده مهم جدا لأنه شامل تقريبا كل الفيديوهات اللي فاتت. هنتكلم بشكل عام عن الدراسة في روسيا، يعني نقدر نعتبر الفيديو ده هو الدليل الشامل للطلاب اللي حابين ان هم يسافروا يدرسوا في روسيا. كل التفاصيل اللي ممكن تعرفها عن أفضل الجامعات، عن الرسوم الدراسية، عن أسعار السكن، عن أوراق التقديم، عن الفيزا، عن التأشير، عن الدعوة الدراسية، كل حاجة خاصة بالعملية كلها من بداية التقديم لغاية الوصول لروسيا وكمان السكن. كل حاجة هتعرفها في الفيديو ده هو دليل شامل لكل الطلاب. عشان كده عايزك تركز كويس جدا في الفيديو. لو ما اشتركتش في القناة اشترك فيها دلوقتي واعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس واعمل شير عشان الكل يستفيد. ويلا بينا على طول نتكلم في كل تفاصيل روسيا اللي تهم كل الطلاب اللي حابين ان هم يدرسوا هناك. معاكم إبرام من الخوارزمي أكاديمي، يلا بينا نبدأ. وبما ان احنا هنتكلم عن التفاصيل كلها فتعالوا نتكلم شوية عن روسيا كبلد. روسيا هي دولة موجودة في قارتين، اوروبا واسيا، وطبعا معلومة كلنا عارفينها انها تعتبر اكبر دولة في العالم من حيث المساحة، مساحة كبيرة جدا. عشان كده هتلاقي في روسيا تنوع ثقافات كبير جدا لان كل منطقة ليها ثقافة وليها تقليد معين، وده اللي يخليك وانت بتختار جامعة معينة عشان تدرس فيها في روسيا انك تختار كمان مدينة بالنسبة لك تكون مناسبة. طبعا اللغة الرسمية هي اللغة الروسية، لكن زي ما احنا عارفين انه برامج كتير جدا في الجامعات الروسية بتتقدم باللغة الانجليزية. طيب نقطة من النقط المهمة جدا اللي الناس بتركز عليها وهي مسافرة لروسيا، وهي احوال الطقس. الجو العام بيبقى عامل ازاي؟ طبعا كلنا عارفين ان روسيا دايما برد جدا. خلينا اقول لك انه فصل الشتاء درجة الحرارة بتبقى قاسية جدا، درجة الحرارة بتوصل ل40 درجة تحت الصفر. طبعا ده مش في كل المناطق، ده في المناطق الشمالية اللي هي بتبقى شديدة البرودة. الفصل اللي بعده بقى احسن شوية اللي هو من مارس لغاية مايو، هو فصل الربيع، الدنيا بتبقى افضل شوية، برد بس برد اقل شوية. وطبعا فصل الصيف هو الافضل والمحبب لينا كلنا هناك، لان هو هيكون مش صيف، مش هيكون حر، لكن هيكون درجة حرارة لحد ما معتدلة، وده هيكون من شهر يونيو لشهر اغسطس. طيب تعال نتكلم في حاجة مهمة جدا وهي الاقامة او المعيشة في روسيا. انا كشخص عايش في روسيا الاقامة دي هتكلفني كام؟ فالاقامة بتختلف على حسب المدينة اللي انت عايش فيها. يعني انت لما تبقى عايش في موسكو او سان بطرسبرغ، ودي مدن كبيرة جدا، فاكيد بعض المصاريف فيها ممكن تبقى اعلى شوية، غير لما تبقى عايش في مدينة صغيرة على سبيل المثال مثلا مدينة كازان، من المدن الكويسة جدا واسعارها تعتبر منخفضة في الإقامة والمعيشة. طب الإقامة تكلفني كام؟ طبعا احنا ما بنتكلم عن طالب جامعي هيكون موجود في روسيا، فالطالب الجامعي هيسكن في السكن بتاع الجامعة، وده هيكلفه من 200 ل 1000 دولار سنويا، على حسب طبعا الجامعة وعلى حسب المدينة وعلى حسب حاجات كتير جدا. اما لو انت اخترت ان انت تكون في سكن خاص مش تبع الجامعة، فهنا الرسوم هتكون من 100 ل 500 دولار شهريا، على حسب طبعا نوع السكن والموقع بتاعه والمدينة، وهل بيقدم وجبات ولا مش بيقدم، كل الكلام ده. بمناسبة الوجبات، الطعام او الاكل والشرب هناك في روسيا ممكن يكلفك حوالي من 50 ل 150 دولار شهريا. اما بقى النقل والمواصلات فدي افضل حاجة في روسيا، تقريبا بنتكلم عن حاجة شبه مجانية، لان بيبقى فيه زي اشتراك كده، الاشتراك ده بيبقى تقريبا يعني برسوم بسيطة ورمزية جدا. طيب ايه هي اشهر المدن اللي موجودة في روسيا؟ لو انا كطالب عايز اسافر ادرس في مدينة معينة في روسيا، ايه اشهر وافضل المدن اللي بعيدة عن اي مشاكل، اي حروب، اي حاجة؟ عندنا مدينة زي موسكو، مدينة زي سان بطرسبرغ، مدينة زي كازان، دي كلها مدن من أشهر مدن موجودين في روسيا. طيب خلينا نتكلم بقى عن الجامعات نفسها. لو أنا دلوقتي طالب عايز أدرس طب، إيه هي أفضل 5 جامعات ممكن أن أنا أروح أدرس فيهم كلية الطب؟ خلينا نتكلم فيهم واحدة واحدة. طبعا أول جامعة هي جامعة موسكو الحكومية للطب، اللي بتعتبر من أقدم وأكبر الجامعات اللي موجودة، الجامعات الطبية تحديدا اللي موجودة في روسيا، وبتقدم برامج للطب باللغة الروسية واللغة الإنجليزية على أعلى مستوى. رقم 2 هي جامعة سان بطرسبرغ الحكومية، برضو من الجامعات العريقة جدا اللي بقالها زمن كبير أو وقت كبير جدا، ممتازة جدا في البرامج الطبية، ويمكن أكتر برنامجين بتشتهر بيهم هي طب الأطفال وطب الجراحة. رقم 3 جامعة كازان الحكومية اللي بتقدم برامج مميزة جدا تحديدا في الطب السريري. رقم 4 جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية اللي بتقدم برضو برامج طبية على أعلى مستوى.
وبتتميز برضو بأبحاثها في العلوم الطبية والتكنولوجيا الحيوية. ورقم 5 هي جامعة ساراتوف الحكومية، برضو من جامعات مميزة جدا في دراسة الطب. دول كده 5 جامعات من أفضل الجامعات اللي ممكن تدرس فيهم طب. طيب لو أنا عايز أدرس مثلا تخصص زي الهندسة، إيه هم أفضل 5 جامعات أدرس فيهم هندسة؟ عايز أقول لك إن الجامعات تقريبا هي، لأن الجامعات اللي اتكلمنا عليها دي جامعات قوية جدا سواء في الطب أو في الهندسة، زي جامعة موسكو وجامعة سان بطرسبرج وجامعة كازان وجامعة نوفوسيبيرسك، بس هنضيف عليها جامعة كمان وهي جامعة تومسك الحكومية اللي برضه بتعتبر بتقدم برامج في الهندسة ممتازة جدا. فاحنا ممكن نقول ان الجامعات اللي اتكلمنا عليها دي هي افضل 5 جامعات في روسيا للطب وللهندسه. وطبعا عشان تبقى عارف في جامعات كتير جدا مميزه، لكن احنا بنتكلم عن افضل من ناحيه الترتيب بتاع موقع كيو اس، لكن في جامعات تانية كتير جدا ممتازه جدا في البرامج الطبيه او الهندسيه، لكن ممكن يكون ترتيبها مش احسن حاجه، لكن هي جامعات مميزه جدا. طيب نيجي عند نقطه مهمه جدا وهي لغه الدراسه في جامعات روسيا. في اول الفيديو اتكلمنا عن ان اللغه الرسميه هي اللغه الروسيه، والبرامج اللي بتتقدم بيبقى فيها لغه انجليزيه. الكلام ده بالظبط اللي هنتكلم فيه دلوقتي، لكن هنشرحه اكتر تفصيلا. طبعا روسيا من اكتر الدول اللي بتقدم تسهيلات للطلاب الدوليين ان هم يدرسوا في جامعاتها. عشان كده كان في البدايه خالص الدراسه باللغه الروسيه مصحوب معاها دراسه سنه تحضيريه في اللغه الروسيه، عشان الطلاب الدوليين يقدروا ان هم يندمجوا اكتر ويقدروا يفهموا اكتر ويقدروا يعرفوا ويتعلموا لغه روسيه ويكملوا دراستهم. لكن مع الوقت شافوا انه الافضل ان احنا نضيف كمان البرامج تكون باللغة الانجليزية، وده هيساعد اكتر بكتير جدا ان الطلاب الدوليين يبقوا موجودين في روسيا بشكل كبير. وفعلا اول ما تم اعلان عن وجود برامج دراسية باللغة الانجليزية، عدد الطلاب الدوليين تقريبا زاد 3 اضعاف، ودي من المميزات اللي بتميز روسيا انها فيها برامج باللغة الانجليزية وباللغة الروسية وفي مختلف التخصصات. طيب تعالوا نتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي الرسوم الدراسية في جامعات روسيا. هنتكلم عنها بشكل عام لأن احنا اتكلمنا عن أكتر من جامعة وكنا مفصلين الرسوم الدراسية بتاعتها بالظبط في كل التخصصات. فهنتكلم دلوقتي بشكل عام عن الرسوم الدراسية. احنا بنتكلم إنه الرسوم الدراسية في روسيا بتبدأ من أول مثلا 1300 دولار للسنوات التحضيرية، من 1300 ل 2000 دولار في السنوات التحضيرية باللغة الروسية. اما الدراسة نفسها فبتبدأ من اول 2000 دولار لغاية تقريبا 4000 دولار، وفي برامج كتير طبعا اللي هي باللغة الانجليزية بتوصل معانا ل 11000 دولار زي الطب. فاحنا ممكن نقسمها ونقول ان البرامج الطبية بداية معانا من اول 2000 دولار لو باللغة الروسية، وتوصل معانا لغاية 11000 دولار لو باللغة الانجليزية. وطبعا في برامج كتير باللغة الانجليزية رسومها اقل من كده، لكن احنا بنجيب الحد الادنى والحد الاقصى. الهندسه برضه هنقول ان اسعارها بتتراوح ما بين 2000 دولار لغايه 5000 دولار، والتخصصات الثانيه هنلاقيها كلها من اول 2000 لغايه 6000 دولار في الحدود دي. طيب نقطه مهمه جدا جدا، الاعترافات الدوليه لجامعات روسيا. هل جامعات روسيا معترف بيها في كل الدول؟ هل في مشاكل في الاعترافات؟ نقطه مهمه جدا لازم الطالب ان هو يركز عليها. ليه؟ لازم تركز على اكتر من جانب. اول جانب، هل الجامعه اللي انا رايح ادرس فيها في روسيا دي معترف ومعتمد بيها في روسيا نفسها؟ دي اول نقطه. النقطه الثانيه، هل الجامعه اللي انا رايح ادرسها دي معترفه ومعتمده في بلدي، في بلد المنشا اللي انا عايش فيها او اللي انا اتولدت فيها او احمل جنسيتها؟ رقم 3، لو انا مقيم في دوله خارجيه او هشتغل في دوله ثانيه خالص غير اللي انا غير دولتي وغير روسيا، يبقى لازم اعرف الجامعه دي معترف بيها في الدوله الثالثه دي ولا لا. فثلاث جوانب لازم تركز عليهم من ناحيه الاعتراف. واعتقد انه دايما في معظم البلاد العربيه بيبقى في زي ويب سايت موجود او مواقع معينه، المواقع دي بتحدد بالظبط ايه هي الجامعات المعترف بيها، ودي الطريقه اللي انت منها تتاكد على موضوع الاعتراف ده. لكن نقطه مهمه جدا، لازم تعرف كل الاعترافات عن الجامعه اللي انت رايحها. نقطه كمان مهمه هي ايه الاوراق اللي انا المفروض اجهزها عشان اقدم على جامعات روسيا. اول حاجه طبعا هي شهاده الثانويه، والمميز في روسيا كمان ان هم مش مطلوب منك مجموع معين، اي مجموعه تقدر تدرس بيه التخصص اللي انت حبه. فبالتالي اهم حاجه تجهز الشهاده بتاعتك تكون مترجمه طبعا للغه الروسيه، وكمان يبقى معاك صوره من جواز السفر، يبقى معاك كمان شهاده طبيه تثبت ان انت ما عندكش اي امراض معديه. وحاجتين كمان مهمين جدا هي رساله الدافع، انا ليه عايز ادرس في الجامعه دي، انا ليه عايز اروح روسيا. طبعا رساله الدافع دي بتتكتب بشكل احترافي بشكل كويس جدا وبتتبعت. وحاجه كمان هي خطاب التوصيه اللي هو بيكون من اساتذتك اللي موجودين في بلدك، خطاب من 2 من الاساتذه بيوصوا ان انت تلميذ مجتهد وان انت شخص فعلا رايح روسيا عشان تتعلم
وعشان تدرس حاجة تفيدك. اخر حاجه بقى خالص هنتكلم عليها هي ازاي اقدم على التاشيره او ازاي اقدم على الفيزا او الاوراق اللي اقدمها. طبعا الموضوع بيختلف من دوله لاخرى على حسب كل دوله بتقدم ايه، لكن اهم حاجات تبقى معاك هي خطاب القبول من الجامعه، الدعوه الدراسيه من الجامعه، وصل دفع الرسوم الدراسيه للجامعه، والاوراق اللي احنا كنا قدمناها قبل كده للجامعه اللي هي شهاده الثانويه وصوره جواز السفر والشهاده الطبيه. كل الاوراق دي لازم تكون مجهزها وتقدم بيها على الفيزا. نقطة كمان مهمة جدا في الفيزا ان لازم جواز السفر يبقى ساري معاك لمدة 18 شهر. كمان من ضمن الشروط الموجودة ان انت تبقى حاجز فندق وحاجز رحلة طيران، حتى لو حجز وهمي لكن برضو من الشروط الموجودة. وطبعا تتأكد قبل ما تروح تقدم على السفارة، تأكد من السفارة عن كل المعلومات دي، زي ما قلت لك بتختلف من بلد للتاني، فلازم تلجأ لمصدر رسمي تعرف منه كل الأوراق المطلوبة. آخر حاجة خالص هتكلم عليها لأن ناس كتير كانت سألت عليها، وهي تكلفة الحياة اليومية في روسيا. يعني أنا في اليوم ممكن أتكلف كام؟ نتكلم عن المواصلات في روسيا ممكن تكلفك دولار التذكرة بتاعتها، فالحياة هتبقى لحد ما رخيصة ورسومها معقولة جدا في روسيا. نتكلم شهريا عموما في المصاريف يعني، فهنلاقي إنه إحنا زي ما اتكلمنا إنه السكن بيبقى سكن جامعي، إن المواصلات بيبقى فيها تخفيض، إن الأكل والشرب بيبقى ساعات مع السكن، فإحنا بنتكلم إنه شهريا هتلاقي نفسك مش متكلف اكتر من 100-150 دولار، مش اكتر من كده. طبعا على حسب الطالب، الطالب ممكن يعني يعوز ان هو يصرف اكتر من كده، لكن احنا بنتكلم في المتوسط من 100-150 دولار شهريا. اعتقد كده احنا غطينا كل جوانب الدراسه في روسيا من ناحيه البلد نفسها واحوال الطقس وتكاليف المعيشه وتكاليف السكن والتقديم على الجامعات والتقديم على الفيزا، وعرفنا افضل 5 جامعات في دراسه الطب وفي دراسه الهندسه، وعرفنا كمان الرسوم الدراسيه وتكاليف الحياة اليومية، وركزنا جدا كمان على نقطة الاعتراف بالجامعة لان دي من النقاط المهمة جدا. دي كده تقريبا كل الجوانب اللي احنا محتاجين نعرفها عن الدراسة في روسيا. لو محتاج تعرف اكتر عن الجامعات هتلاقي في نفس البلاي ليست دي، في نفس قائمة التشغيل دي، اكتر من فيديو عن اكتر من جامعة وعن الدراسة في روسيا عموما، تقدر برضو تتفرج عليهم وتستفيد بكل المعلومات اللي موجودة فيهم. وكده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. كان معاكم ابرام من الخوارزمي اكاديمي، سلام.